أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم معنا وفترتنا مفتوحة زينة وطعم البيوت، وإحنا معاكم في رابع أيام عيد الأضحى المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين، يا رب تكون الأجازة سعيدة والباقي فيها أسعد إن شاء الله. برحب بزميلتي العزيزة عبير عبد الوهاب. كل سنة وأنت طيبة عبير. وأنت بالصحة والسلامة يا منى، كل سنة وأنت طيبة وكل مشاهدينا طيبين. أربعة أيام يعني كانوا حلوين إن شاء الله، يعني يكون كل الناس انبسطت فيها، وأجازة طويلة لسه في عندنا أيام خاصة بالأجازة، فإن شاء الله الناس كلها تنبسط وتسعد وتبقوا قضيتوا عيد جميل. طبعا يعني احنا عملنا حاجات كتيره في العيد، فاتت العيد عملنا فتينا كتير في العيد الحقيقه. فتعالوا نشوف بقى فقراتنا النهارده، واولى فقراتنا كالعاده هتكون مع زينه ومنى، ونشوف عندها اولى فقراتنا عن ايه. النهارده هنبتدي معاكم في زينه باول فقره، اسرار السعاده الزوجيه وازاي يستمر الحب والموده والتراحم بين الازواج، والنبي اللي يعرف السر يقول لنا. ما السر مش بيقول لك السر الراجل في معدته؟ اهو هنعمل ايه؟ الناس هي معدته خلاص، يلا ماشي اتفحتت يعني في المطابخ في العيد. طب وسر الست ايه بقى؟ سر الست ايه؟ والله الست طيبه يا منى. والله غلابه، ده احنا غلابه. طيب بما ان منى هتكلمنا عن سر السعاده الزوجيه، فانا فعلا هكلمكم عن الجزئيه بقى الخاصه بالاكل اللي احنا عملناه طول، يعني بقول الستات وقفت في المطابخ كتير قوي في العيد، بس يلا هم كام يوم عيد بقى، وبعد كده الدنيا حر، هنقفل المطابخ وناكل اكل بقى ايه، بطيخ، جبنه، حاجات خفيفه كده. وده اللي هنعرفه النهارده بعد اللي احنا عملناه في الايام اللي فاتت دي، ازاي بقى نمشي صح في الفتره اللي جايه عشان نستعيد صحتنا، لانه برضو اكيد في ناس الدهون زادت عندها، الكوليسترول عالي شويه، ممكن يبقى الضغط والسكر يعني مش متظبطين قوي. فالنهارده مع خبيره التغذيه اللي هتكون موجوده معانا ان شاء الله، هنعرف ازاي نستعيد توازننا الغذائي مره اخرى. والنبي لما تعرفي بقولي لي. حاضر. كمان فقرتنا النهارده هنتكلم عن اجازه صيفيه مثمره، ازاي نعرف يعني ولادنا اغلبهم اخذوا اجازات ما عدا حبايبي في الثانويه العامه، ربنا يوفقهم ويكرمهم في استئناف الامتحانات بعد عيد الاضحى المبارك ان شاء الله. فازاي نقدر نقضي اولادنا يقضوا اجازه صيفيه مفيده ومثمره؟ بما اننا يعني بنتكلم عن حاجه كده حلوه نبسط بيها ولادنا، فانا برضو في طعم البيوت هكلمكم عن الطاقه الايجابيه. الاعياد والمناسبات السعيده بتدينا طاقه ايجابيه، بتخلينا ان احنا نقدر ان احنا نواصل حياتنا واحنا متفائلين، يعني حتى لو عندنا مشاكل وعندنا ضغوط وعندنا ظروف صعبه، لكن فعلا بناخد طاقه ايجابيه من الفرح، من السعاده، من الحاجات المناسبات الجميله. فالنهارده هنتكلم كمان عن الاحجار وعلاقتها بالطاقه الايجابيه او الطاقه السلبيه، وازاي نمحي الطاقه السلبيه من بيوتنا ومن نفوسنا. يعني منى الحقيقه برضو الطاقه السلبيه دي بتخلي الواحد يبقى حاسس كده بياس واكتئاب ربنا يبعده عننا، احنا مش ناقصين مع الجو الحر يعمل قفله فمالوش لازمه. صح والله، فعلا الجو الحر ده بيعمل طاقه سلبيه برضو يعني. فاحنا النهارده هنديكم طاقه ايجابيه كده، بما اننا برضو لسه في العيد وعايزين نشحن زي ما بنقول، فهنشحن معاكم النهارده. دي فقراتنا، هناخد فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل مع منى الجميله وزينه، خليكم معانا. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم معانا في أولى فقراتنا النهارده، وبنتكلم البيت السعيد. طبعا البيت السعيد ليه أسراره، واستمرارية الحب والتراحم والمودة ده محتاج مجهود كبير من الطرفين عشان نعرف أسرار هذه العلاقة وإزاي تبقى فيها أكبر قدر من الاستمرارية والنجاح إن شاء الله. بيسعدني يكون ضيفتي الكريمة في هذه الفقرة الدكتورة منى غازي، استشاري العلاقات الأسرية. أهلا بحضرتك دكتورة منى. كل سنة وحضرتك طيبة وبخير. طيب احنا يعني عايزين نعرف، ويا رب لو عند حضرتك أسرار ليه استمرار أو إن يبقى في سعادة زوجية في البيت بالرغم من إن إحنا متفقين إن في مشاكل. أنا هقول لحضرتك على حاجة، مفيش بيت، مفيش أسرة عموما بتخلو من المشاكل. تمام. ولكن أنا علشان حياتي تبقى هادية وحياتي تبقى سعيدة وأبقى عايشة في استقرار أسري، لازم أكون متقبل الطرف الثاني. أكون متقبل بكل ما فيه، متقبله بعيوبه قبل مميزاته. الله ينور على حضرتك. احنا عندنا مشكله ان انا باخد منك جانب وبسيب لك الجانب التاني. بالزبط. يعني باخد منك اللي بيعجبني وبعمل معاكي مشكله على اللي مش عاجبني. فان انا اتقبل الشريك بتاعي او ان انا اتقبل، ليه تعملي معايا كده؟ او ان انا اتقبل الطرف او زوجي، فدي الحاجه اللي هتعيشني في استقرار. مهم جدا كمان ان انا يكون في لغه حوار ما بيني وما بين زوجي. طبعا. او ما بيني وما بين مراتي. تمام. ودي حاجه احنا بنفتقدها دلوقتي مع الوقت، بتوصلهم للطلاق الصامت زي ما قلنا. ناس بتبقى قاعده في بيوتها وهم كل واحد منفصل وقاعد في مكانه، وده اصعب حاجه على فكره، جدا جدا جدا. بيبقوا قاعدين مع بعض ومنفصلين مشاعريا، هم قاعدين شكل اجتماعي، قاعدين عشان ولاد، قاعدين عشان حاجات كده معينه، الشكل الاجتماعي، ولكن مفيش مشاعر، مفيش روح، مفيش حب،
مفيش تواصل ما بينهم وبين بعض. فالأسس دي يعني إذا كان التواصل، إذا كان التقبل، إذا كان كمان إن أنا أدير مشاعري لزوجي وزوجي يدير مشاعره بالنسبة لي. كل ما عرفنا ندير مشاعرنا كل ما عشنا. بمعنى إيه ندير مشاعر؟ أدير مشاعري وقت خلافي، أدير مشاعري في حبي لي. يعني كل حاجة تبقى منضبطة متزنة. يعني أنا مثلا وقت الخلاف كل واحد فينا بيطلع أسوأ ما عنده للأسف، ودي حاجة صعبة جدا. يعني في ممكن ست تكون متجوزة شخص وما بتعرفوش غير وقت خلافه، لما بتختلف معاه بتتفاجئ بشخصية تانية، أو الراجل، يعني أنا بتكلم عن الطرفين. بالظبط. في ست برضو لما بتحب ما بتنضبطش في مشاعرها، مشاعرها مش تبقاش منضبطة، تتعلق، تخنق أكتر، تزن أكتر، تغير أكتر، تشك أكتر، كل الحاجات دي بتعمل مشاكل. أكيد. فلما بدير مشاعري سواء وأنا بحب أو أنا عندي مشكلة مع زوجي، الحاجات دي بتنفعني أنا وبتعود عليا أنا، طبعا بتخلي بيتي وأسرتي أسرة سعيدة. دكتورة منى، ليه دايما يقولوا أن سبب نجاح واستمرارية البيت الست؟ طبعا الست هي الكيان. الأسرة أصلا بتبدأ من الست. يعني أنا مثلا دايما بقول أن نجاح البيت، نجاح الكيان كله، نجاح أولادي، نجاح زوجي في شغله، ومني أنا كست. تمام. الست بطبعها عطوفة، حنينة، بتلم، ودودة، بتحتوي، كل الدور المهم على الست. الراجل بحكم شغله وبحكم اصلا ان هو دايما مطلوب منه ان هو يوفر عيشه كريمه ويوفر ان هو يبقى في استقرار في البيت ويكون في كيان، فهو في ضغوط، فهو دايما مش موجود. مين اللي بيبقى موجود؟ علشان كده بقول ان الام مرايه لاولادها. طبعا. يعني كل حاجه بتحصل في البيت انا ببقى مرايه لاولادي بيقلدوني فيها. يعني ممكن الولاد يقلدوا امهم ويتطبعوا بطبع امهم اكتر من باباهم، لان هي الكيان، هي الاساس. فنجاح البيت بيبدا من الام. جميل. طيب احنا الانترنت لما بيخلص بنجدد الباقه، اي حاجه بتخلص في تليفوننا بنجدد الباقه. ازاي نجدد باقه حياتنا الزوجيه؟ بصي، واحنا مش لازم، احنا عندنا كارثه ان احنا بنراكم. يعني لما بتحصل مشكله ما بيننا من بعض، هو الراوتر بيقطع والشبكات، بتلاقي الشبكه مش مظبوطه. انا بتراكم، انا كل ما انا تواصلت وكل ما انا قلت اول باول انا ايه اللي مضايقني، الزوج والزوجه. كل ما انا سمعت احنا عندنا كارثه ان كل واحد فينا بيحاول يثبت مين الصح. انا صح، يعني انا اقف معركه، بقعد اتكلم مثلا انا وزوجي، انا عايز اثبت له ان انا الصح مش انت، وهو عايز يثبت ان انا صح. بقول في الحته دي دايما الراجل هو اللي بيديرها. بيديرها ازاي؟ الراجل يعني اكتر عقلانيه، الراجل عقلاني، المفروض ان هو يسمع اكتر، يسمع الست. الراجل يسمع اكتر؟ يعني انت شايفه ان الراجل الشرقي بيسمع؟ بيسمعه. والله في رجاله بيسمع. ده بيسمع. انا بحس ان هو يعني احيانا بعض الرجال ما بيخرجش الكلام، ما بيدخلش حتى لجوه القناه استاكش، ما بيبقاش عنده اهتمام بالعلاقه، ما بيبقاش عنده اهتمام بالست. دي علامه من علامات ان في مشكله، مش عنده اهتمام بالست اللي قدامه. لكن تمام. هو لو بيحب الست اللي قدامه ولو مهتم بيها هيسمع لها. عارفه اهم حاجه ايه؟ ان انا اعرف ايه اللي بيسعدك واعمله، وزوجي يعرف ايه اللي بيسعدني واعمله. اصل الجواز ده اتعمل ليه؟ اتعمل عشان احنا الاثنين نحسس بعض اكتر بالامان. تمام. نطمن مع بعض، نحب بعض اكتر. اصل انا عايزه حد يدخل حياتي يخليها اكتر استقرار. تمام. اكتر امان. تمام. صح، انا كده كده مستقره بنفسي وبحب نفسي وبعمل حاجات كتيره جدا. فالاهم من ده ايه؟ ان انا الحاجات دي تزيد عندي. مش يعني نسمع بعض، نحب بعض، نحتوي بعض، انا اضيف له حاجه كويسه في حياته وهو يضيف لي حاجه، لكن احنا داخلين نقرف بعض فليه؟ وعلى ايه؟ مش لازمه. طيب احنا دايما الستات بالذات بتتعامل بالاشارات ولا بيبو بالاشارات يفهموا. طيب اذا كان الست نفسها مش عارفه هي متضايقه من ايه، فهي بتعمل لوغاريتمات، الراجل محتاج ان الست كمان تديله هند او تديله تحلله طلسوم من الطلاسم بتاعتها او لوغاريتم عشان تقدر تديله الفرصه ان هو يحتويها. لكن حكايه لو انت لو انت بتحبني هتفهم، لو انت مهتم هتفهم، هتعرف لوحدك، هتعرف لوحدك. يعني هو هيفهم منين؟ لا. هو مش يعني مش مخاوي، يعني مفيش الكلام ده. انا بس ده مش بيحصل. هو اصلا ده اللي بيحصل، ما بيحصلش غير ده. فاحنا بنقول لكم يا جماعه، انا لما اكون محتاجه حاجه من زوجي اروح واقول له مباشره. اروح اقول له واقعد اتكلم معاه. الوضوح يا جماعه، انا بقول ان الوضوح ده اهم حاجه في العلاقات. ليه بتلفي وتدوري حوالين نفسك؟ ليه انت محتاجه؟ والراجل عايز ده، الراجل عايز الوضوح. ان احنا بنحب نتكلم كتير وبنحب نلف وندور حوالين نفسنا كتير. طب انا محتاجه كذا، اروح اقول له انا محتاجه كذا.
واقولها مره واثنين. عملها فهو الراجل خلاص هو مستجيب وعايز يعمل ده، ما عملهاش تشوف طريقة تانية تتكلم بيها أو توصلها له إزاي. ولكن الوضوح، الوضوح في العلاقات الإنسانية عموما، الوضوح أهم حاجة في الدنيا. تمام. الناس المتلاعبة، الناس اللي بتلف وتدور حوالين نفسها، الناس اللي مش عارفة أصلا هي، أنا هقول لحضرتك على حاجة، أنا لما أكون أنا مش عارفة عايزة إيه فأنا مش هوصل لزوجي أصلا بالزبط. عايزة بالظبط، أنا ده اللي أنا بقوله يعني. يعني أنا عايزاك مثلا تقول لي بحبك، الحاجات دي ما بتتقالش، قولي له انا عايزه ورد يا ابراهيم، انا عايزه ورد يا ابراهيم. اه عايزاك تجيب لي مثلا حاجه حلوه، قولي له. هو انت ليه بتلفي وتدوري حوالين نفسك؟ قولي له. بس في حاجات لما بتطلب قيمتها بتروح عند الست. يعني ما فيش ست بتبقى محبه جدا لزوجها وتبقى عندها القدره ان تقول له انا عايزه ان انت تحبني، انا عايزك تحتويني، انا عايزك تفهمني. لو انا راجل بفهم، ولو انا راجل يعني واعي، ولو انا راجل مستقر نفسيا وعلى قدر من الثقافه، الله ينور على حضرتك، هديها كل اللي هي عايزاه من قبل ما تطلب، من قبل. وانا كمان كست، لو انا ست مستقره نفسيا طبعاً، ولو انا ست متزنه، هديله احتياجه مش هديله عكس اللي هو عايزه، لانها علاقه تبادليه. علشان كده يا جماعه كل ما هو متبادل مستمر، بتديني حب بديك حب، بتديني اهتمام بديك اهتمام، لكن في طرف بيدي وطرف تاني هو سايب ايده قاعد كده عم والتاني في طرف هيقع، ما مش هيبقى في استمراريه اصلا. فانا لما اكون انا عايزه حاجه، وبعدين انا دايما بتكلم عن الناس المتزنه، الناس اللي بتعرف توصل مشاعرها، الناس اللي بتعرف تدير مشاعرها، الناس اللي بتعرف انا محتاجه منك كذا وانت محتاج مني كذا، انا بديك اللي انت عايزاه وانت بتديني اللي انا عايزاه، مش انت بتعمل حاجه انا مش عايزاها فانا مش مقتنع بيها، وهي بتعمل حاجه هو مش مقتنع بيها، صح ولا لا؟ صح. الراجل دايما يحب الاحترام، يحب التقدير، يحب الحب، يحب العيشه الكويسه. الراجل طيب. الست بتحب الامان، بحب تتكلم كتير، كل شويه قول لي بحبك، قولي لي مش عارفه ايه، قولي احبك. ففي حاجات كل واحد فينا لو فهم احتياجات التاني هنرتاح وهتبقى عيشه مستقره وحياه مستقره. طب ليه الراجل ساعات بعض الرجال بيشوفوا ان الست لما تيجي تقول اللي مضايقها الوقتي، كل يعني كل ما تتضايق من حاجه تقولها في ساعتها انا متضايقه من كذا، يقول عليها شكايه بكايه نكديه ما بتفوتش دي قاعده على الواحده، مع ان هي بتقول عشان تصفي، لان في عكس في بعض الستات بتكتم بس. بتكتم وتيجي تنفجر على حاجه تافهه جدا لا قيمه لها. في فن اختيار الوقت، فن اختيار الوقت، ان انا لما اتكلم معاه اتكلم في الوقت اللي انا وهو عندنا استعداد ان احنا نتكلم فيه. الراجل تلقطي الاشارات دي ازاي؟ بيتفهموا، وخصوصا لو الاثنين. عشان كده بقول يا جماعه ان احنا لما بنيجي نختار ناس بنختار ناس على قدر من افكارنا، على قدر من مستوانا الثقافي والاجتماعي والعلمي. في زوجين بيفهموا بعض من لغه تانيهم، هيبقوا قاعدين هم فاهمين بعض هم بيقولوا ايه، لما بيتكلموا قدام الناس هم بيبقوا عارفين هم عايزين يقولوا لبعض ايه. ولكن انا كلمني دلوقتي، قول لي دلوقتي. بصي الست بالفطره بتاعتها هي انثى، هي طاقه استقبال، الراجل طاقه عطاء، الست الراجل مبادر، الست دايما بتستقبل الحاجه الحلوه، بتستقبل الكلمه الحلوه. احنا نسينا ده، ما بقيناش نتعامل بالفطره، بقيت واقفه قدامه ندي الند، تكلمني تقول لي. وده شيء خطا جدا الست تعمله، ان هي تتعامل بنديه مع جوزها، تتعامل النديه مع زميلك في الشغل ولا مع اي حد، لكن نديه في الشغل ان ده شغل، لكن انا بتكلم في البيت مفروض ان هي ست الفطره قيمتها إيه؟ في ان هي انثى والراجل هو الليدر، مش هتقلل منك حاجه ان الراجل هو اللي بيدير. على فكره بالعكس، الست المتزنه هي عايزه راجل يحتويها، راجل يكون صاحب قرار. الست اصلا اللي هي غير منضبطه دي هي اللي عايزه راجل تتسلط عليه، عايزه راجل تقف تتعلي صوتها عليه، عايزه راجل تتكلم معاه. هتحترمه ازاي واحترمها ازاي؟ اصلا هتتجوزي راجل انت اللي واخده قرارات عنه؟ لا طبعا. ازاي انت كست فين انوثتك لما تقفي تعلي صوتك قدام جوزك؟ أو طب هقول لحضرتك على حاجة. فضل. حضرتك جبتي جزئية مهمة جدا. أحيانا الست وفي فترات معينة، ودي ربنا خلقنا كده، إن هي ممكن تنفعل وصوتها يعلى. هل هنا عملت الطامة الكبرى ويبقى تطلب ده إن تتنهي حياتهم مع بعض لمجرد إن هي انفعلت وعلت صوتها، لكن مقبول في المقابل ان هو طول الوقت ممكن يعلي صوته، طول الوقت ممكن ينفعل، لكن هي لما تنفعل يبقى مش من حقها؟ لا، هو هل دي طبيعتي انا كست ولا لا؟ اكيد انا
مش يعني كراجل مضبوط ومنضبط ومتزن مش هنهي بيتي عشان علت صوتها مرة. والله في رجاله بتعمل كده. ده بصي بيبقى في حاجه نفسيه كده المفروض البحث فيها بقى. بجد يعني انا مش ههدي كيان ومش ههدي عشره ما بيني وما بين مراتي وما بين بيتي عشان علت صوتها في مره من المرات. عايزه اقول لك على حاجه، الراجل ما بيطلقش بسهوله، يعني الراجل بيبقى واخد القرار قبلها بفتره. يعني ممكن الست تقول طلقي ده انا مش عايز تطلق اصلا، الراجل بيبقى واخد قرار الطلاق قبلها بفتره، فيجي موقف قد كده ينهي الموضوع ده. طب هنا بقى هنا كسر حته الامان، لان هو لو باقي على هذه العشره اللي احنا بنقول من خلال فقرتنا ان احنا بنحاول ان هي تستمر، اعتقد ان هو محتاج ان هو يديها يعني هنت او يديها تمهيد او انذار ان انا ابتديت اتضايق، انا ابتديت اتعب، انا ابتديت اشيل، لكن يبيت النيه وبعد كده على حاجه تافهه ينفجر وبيطلقها. ده شايفه ده ان هو كسر عنصر امان تماما. طبعا الطرفين المنضبطين نفسيا والاسوياء، المنضبطين وانا بحيي حضرتك على كلمه المنضبطين. والاسوياء نفسيا، هو انا لما حاجه بتضايقني بقعد اتكلم فيها وخلاص بتكلم فيها وبتخلص، مش بتراكم وبشيل، الست او الراجل، ولكن انا بشيل جوايا بشيل جوايا بشيل جوايا، وتيجي تعملي معايا موقف اهد في بيتي واهد في الكيان بتاعي، فهو لا يستحق. يعني هو رجل لا يستحق او هي ست لا تستحق. تمام، اتفق لأن مع حضرتك. العشره اللي ما بيننا والحب اللي ما بيننا والايام اللي ما بيننا ما تستدعيش ان انا اهدي كياني معاكي او معاك علشان موقف. صح. والا انت ما تستحقش. وعايز اقول من اصل هو من نفسه هو ما كانش شايفها. واقول لحضرتك على حاجه، انا دايما بقول في العلاقات دي الست هي الكسبانه. هي الكسبانه ان هي خسرت شخص زي كده، لانه ما عندوش امان، ما عندوش. الست محتاجه امان، محتاجه استقرار، محتاجه اطمئنان، هو عمره ما هيعرف يقدم لها ده. يبقى قاعد جنبها ويبيت النيه عشان يطلقها، اعتقد ان هو هي الكسبانه. هي الكسبانه، هي الكسبانه طبعاً. ان انا اقعد مع شخص ما هو ده غدر يغدر بيا وانا قاعده طبعا جنبي. وغدر يعني غدر موجع يعني. وعايزه اقول لك هي الكسبانه، ودايما بدي نصيحتي للست اللي بيحصل معاها الموقف ده، لو رجعت لك الفرصه مليون مره ما ترجعيش. صح، ما ينفعش ان هي ترجع لشخص زي ده. اكيد. ليه ما بنعرفش احنا يعني جزء كبير مننا ان احنا نحافظ على حلاوه البدايات؟ حلاوه البدايات دي شيء مبهج، شيء بيخلي الراجل نورشنج كده والست نورشنج منتعشين. ليه ما بنحافظش عليه؟ عشان الضمان. عشان ايه؟ الضمان. الضمان خلاص، بس فتره الصلاحيه 5 سنين. الراجل او الست على فكره يعني الاغلبيه دلوقتي ان انا خلاص اتجوزتك ملكتك او اتجوزتك ملكتك. يعني فتره البدايات ليهم بيحبوا بعض بالرومانسية والغزل وقد ايه هم وحشين بعض ويبعتوا لبعض وانت وحشتني وانت وحشتيني، اول ما يتقفل عليهم باب خلاص كل واحد بيظهر بقى الشخصيه بتاعته. انت خلاص بقيتي موجوده في البيت، ما انا اقول لك هيجرالك ليه إيه؟ ما انا جايه لك. انا وانت هيجرالك ايه ما انت قاعده. هي نفس الوضع. كمان الست عندها كارثه دايما. أيوة. ارجوكي قولي. ان هي لما بتتجوز الراجل هي خلاص ملكته، وده من نهايه المطاف بالنسبه وما ينفعش بالنسبه لك ومالكش حقوق انك تعمل اي حاجه في الدنيا، خلاص انت بقيت في عقد ملكيه معاها. واغلب المشاكل اللي بتجيني علشان دي، علشان هي ملكته. هو انت ما ينفعش تعمل حاجه في الحياه غير انك تبقى بتاعي انا بس. بالكلمه الطيبه تملكي عينيه، وبالكلمة الطيبة أنت تملك عينيها. العلاقة تبادلية، الاحترام، الأمان، الثقة، الود، اللي هو ربنا شرع الجواز عشانه. احنا محتاجين ان احنا نفهم قيمة هذه العلاقة المقدسة عشان نقدر يبقى فيه استمرارية ونجاح. انا بشكر ضيفتي الكريمة الدكتورة منى غازي، استشاري العلاقات الأسرية. كل سنة وحضرتك طيب. طيبة وبخير. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل معاكم زينة.